لمواجهة التخلف وضمان التطور يحتاج كل مجتمع إلى كافة طاقته المادية والبشرية. انطلاقا من ذلك، فقد آن الأوان لتمكين الفئة السكانية العريضة التي تمثلها النساء من شروط وضمانات تعزز تواجدها الإيجابي وتقوي مساهمتها في بناء مجتمع مزدهر. تشكل النساء حاليا في المغرب فعالية اجتماعية جديدة، فهن يمثلن 44% من الساكنة النشيطة المشتغلة. إن ارتفاع القيمة الاجتماعية للنساء بواسطة التعليم واحتلال مراكز الشغل وتحملهن المسؤولية، كلها عوامل أدت إلى طرح وضعية المرأة أمام الرأي العام، حيث يجري الحديث عن الميز الجنسي اتجاه النساء على صعيد التعليم والشغل ومراكز المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا عن موقعهن داخل الأسرة. المرأة الشمالية نموذج من نماذج نضال المرأة المدون في سجل التاريخ، نموذج يمثل شموخها في التعبير عن الاهتمام بكل القضايا المصيرية للبلاد. فبروح المواطنة الصادقة تحملت الصعاب العديدة وواجهت المسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقها. تعتبر المرأة الجبلية قطب الراحة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، فبالإضافة إلى الوظيفة الأساسية التي سخرتها الطبيعة لها وهي الإنجاب وما يترتب عنه من عناية بالأطفال وتربيتهم وتوفير الظروف الملائمة للعيش المريح لهم، فإنها تحمل أعباء المنزل على عاتقها. لم تقف المرأة عند عتبة البيت، بل تخطتها بكل جرأة وقوة لتحقق ذاتها إلى جانب الرجل في الأعمال الفلاحية، حيث ساهمت مساهمة فعالة قلصت دور الرجل في هذا المجال. لقد مارست العمل الفلاحي واستوعبت تقنياته وقواعده، فأصبحت تقوم به بكل مهارة وإتقان حتى صار جزءا من اهتماماتها، وبذلك أظهرت قدرة كبيرة على التوفيق بين مهامها داخل البيت وخارجه. أنت لا تشوفنا جنة وطباخنا ونعدلوا الغذاء ونعدلوا الفطور ونعدلوا ونصيفوا ونحتشوا ونكسبوا كسيبة، عاود جاب الله شي حاجة قليلة تلحس. هذا الشغل ديالنا حنا، طلعونا الغابة نهبطوا هذاك ميشو هيدا نطبخوا به العطيطة بالخبز، كيطمعوا قطعوهن حنا اللي قطعوا لنا الغابة ما عندناش ما نعملوا. لاستكمال كل الأدوار المنوطة بها تتقاسم النساء الريفيات المهام فيما بينهن، فتتكلف كل واحدة بأداء مهمة معينة تنوب فيها عن باقي النساء. إن تحضير الخبز مثلا يتم بالتشارك بين نساء العائلة، إذ يكل لإحداهن عجن ما يكفي لتغذية كل أفرادها، وقد تساهم كل أسرة بنصيب من الدقيق اللازم لذلك. هذه العملية التي تتم عبر مراحل توليها النساء أهمية وعناية بالغة، فالخبز مادة أساسية في التغذية الريفية. إتمام هذه العملية يستدعي إيصال العجين إلى الفرن لطهيه. دابا هانسا هذه عندها خبزة ديالها ما تجيب الخبز العويدة ديالها، هذه عندها خبزة ديالها ما تجيب علي لقد العواد ديالها. الحصول اللي يطبخ في الفران نجيبه على قد العواد ديالو، ولا يطبخوا به طبخ في الفران. انت لا تشوفنا ونطرحوا الخبيزة ويمشي كل واحد حاجة بيان دارنا ولاد. هاي جات البلاطه، ياك البقه
بالرغم من توفر كل بيت على فرن خاص به، إلا أن النساء يودعن عجينهن بأقرب فرن مشتعل، شريطة أن تساهم كل العائلات المستفيدة بنصيبها من الحطب. هذا التنظيم الذي لجأت إليه النساء دليل على رجاحة عقولهن وحسن تدبيرهن، فالفكرة هذه تصب فيما اصطلح عليه بالتعاونية، إذ يمكن اعتبار عملهن على هذا النحو يسير في نفس السياق. وهكذا تستطيع المرأة أن تساهم إلى جانب الرجل في الاقتصاد، وكذا في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بمنطقتهم. تلاحم النساء وتناغم عملهن بهذا الشكل يسمح لهن بتوفير الجهد والوقت لمزاولة أعمال أخرى تعود عليهن وعلى أسرهن بالنفع العميم. انطلقت المرأة الريفية في الفضاء الواسع المتسع تبحث عن كل جديد مفيد، ولتلبية احتياجاتها المنزلية اتخذت من الطين مادة لصنع الأواني المطبخية، بل توفقت إلى صنع أدوات لمجرد التزيين المنزلي. إن المرأة فنانة بطبعها، فمنذ القدم كانت تعنى بزخرفة الأواني الخزفية لتجعل منها مادة دسمة تجلب المهتمين من كل مكان لما تحمله من قيمة فنية جمالية ونفعية. وتستمر المرأة الشمالية في بحثها الدائم عن الخلق والإبداع لتهتدي إلى النسيج مادة لصنع اللباس والأفرشة. هذه الصنعة التي أصبحت تتوارث جيلا بعد جيل تطورت بفضل مجهودات النساء لتصير مادة صناعية تحمل الخصوصيات الفنية لهذه المنطقة. لن تعدم وسيلة لذلك، وهي المفطورة على اللمسة الفنية الرقيقة. إلا أن الفن والرقة لا يعنيان الضعف والاستكانة، بل هما لدى العديد من النساء مصدر عظمة وقوة. إن لائحة النساء اللواتي اشتهرن بالحزم والعزم في المواقف الحرجة وأثبتن أنهن قويات محنكات لأكبر من أن تسعها كتب التاريخ، إلا أن من بين اللواتي تناولتهن صفحات منه تلك التي تضاربت حولها الآراء واختلفت حتى كادت أن تصير أسطورة، إنها السيدة الحرة. ازدادت عائشة بنت علي بن راشد أحد الشرفاء الأدارسة الملقبة بالسيدة الحرة سنة 900 للهجرة. تلقنت تربية راقية وتعليما مزدوجا جعلها تتقن اللغة الإسبانية وتفهم عقلية ونفسية الأوروبيين، كما تتلمذت على يد عدد كبير من مشاهير الشيوخ أمثال محمد عبد الله الغزواني. السيدة الحرة ربيت في مدينة شفشاون تلميذة للقطب الشهير مولاي عبد الله العزواني الذي دفن في مدينة مراكش مول القصور مدفون في 935. هي تتلمذت على مول القصور مولاي عبد الله العزواني أحد الأولياء سبعة رجال في مراكش. هذا تصوفها. مكانها السياسي ظلت حاكمة في تطوان 18 سنة. تزوجت بالسيد المنظري أحد حكام تطوان، تزوجت بسلطان المغرب مولاي أحمد المطاسي، احتلت جبل طارق وصلت إليه، دفعت في البحر الأبيض المتوسط بأسطول كبير لها ضد القراصنة الأوروبيين، تعاونت مع الجزائريين الأتراك عروج وخير الدين، وانتهت بعد الحكم الطويل في تطوان انتهت منعزلة عن العالم
بعد دسائس وقع دسها لها وتآمر، فدفنت في قبرها المجاور لمنزلنا هذا الذي صار فيما بعد الزاوية الريسونية في مدينة شفشاون. كانت السيدة الحرة مثالا للحنكة في فن السياسة ومعرفة خبايا مجتمعات البحر الأبيض المتوسط. سنة 1515 ميلادية وعلى إثر وفاة زوجها المنظر الثاني عينت ولية على مدينة تطوان، فأبانت على كفاءة أهلتها لتغدو حاكمة على المدينة وضواحيها. عرفت السيدة الحرة تسيير منطقة شاسعة تضم كل من إقليمي تطوان وشفشاون، وكانت بواخرها تنطلق من مراسي ترغا وتطوان لمحاربة الاحتلال البرتغالي، وكانت دائما تؤكد على أن تحرير تؤكد دائما على تحرير الثغور المغربية رغم معاهدة الصلح التي كانت بين الوطاسيين والبرتغاليين. تميزت السيدة الحرة بدفاعها المستميت عن بلدها وبعدائها للبرتغاليين والإسبان الطامعين آنذاك في احتلال سواحله، فأنشأت أسطولا بحريا قويا صار يحسب له ألف حساب بحوض البحر الأبيض المتوسط، وخاضت غمار القرصنة لتبرز في ذلك مواهب كبيرة مكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب والغنائم. رغم طبعها الحاد استطاعت بفعل موهبتها الفذة وذكائها الوقاد وكذا تعليمها الجيد أن تكتسب قدرا كبيرا من الرزانة والحكمة. كانت معروفة أصلا بقوة الشخصية، وكان يعني الجميع يهابها، وحينما كانت تخرج في موكب أميري كان الناس يخشونها وكانوا يعتبرونها مثل الملك، يعني كانت تمتلك قوة وحزم الملوك أكثر من قوة النساء. إنها مثال لقدرة المرأة على التوفيق بين القسوة والحنان، بين الصلابة واللين، ومفخرة تتباهى بها النساء الشونيات على الخصوص، ليؤكدن أنهن قادرات على صنع الأحداث بل على تغيير مجرى التاريخ. إلى جانب حنكتها السياسية ومواقفها الاجتماعية اهتمت المرأة الجبلية بالجوانب الدينية، فلكي تحصن نفسها من الخرافات والشعوذة وسفاسف الأمور تخلقت المرأة بالأخلاق الدينية ومارست طقوسها وجعلتها ملاذا لها في دنياها. إن المرأة الشفشاونية في محاولتها الدائمة للحفاظ على مركزها الديني اتخذت الطريقة الصوفية مذهبا لها فتوارثتها وحمتها من الزوال، وجعلت منها فنا تستحضر به أسماء الله الحسنى والصلاة على نبيه الكريم في كل المناسبات، وهو ما سمي بفن الحضرة. المدى